القدسه النساء من يوم الثلاثاء من البصره المقدسه بركه يوسف اسريه لموسى النبي بركاته علينا امين. احترز من ان تنسى الرب الهك ولا تحفظ وصاياه واحكامه وحقوقه هذه التي انا اوصيك بها لئلا تاكل وتشبع وتبني بيوتا حسنه جميله وتسكنها ويكسر لك الغنم والبقر ويكسر لك الذهب والفضه وتكسر كل مقتنياتك فتنسى الرب الهك الذي افردك من ارض مصر من بيت العبوديه الذي اجازك هذا القبر العظيم المخوف حيث الحيات والعقارب اللاذعه وحيث العطش ولا يوجد ماء الذي اخرج لك ينبوع ماء من صخره صماء الذي اطعمك المن في البريه هذا الذي لم يعرفه اباؤك لكي يؤدبك ويجربك ثم يحسن اليك في اخرتك ولا تقل في قلبك انني بشجاعتي وقوه يدي صنعت لي هذه الخيرات العظيمه بل تذكر الرب الهك فهو الذي ثبتك ليجعل لك القوه لكي يفي بعهده الذي اقسم الرب من اجله لابائك كما في نهار هذا اليوم فان انت نسيت نسيانا الرب الهك وذهبت واتبعت الهه اخرى غريبه لتعبدها وتسكن لها فاني اشهد عليكم اليوم السماء والارض انكم تهلكون هلاكا كبقيه الامم التي ابدتها ابادها الرب من امامكم هكذا انتم تهلكون لانكم لم تطيعوا لصوت الرب الهكم مجدا للثالوث القدوس الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. وايضا من سفر يشوع بصراخ يا ابني ان تقدمت لخدمه الرب هيئ نفسك للتجارب وقوم قلبك واحتمل ولا تنحل في زمان اتعابك التصق به ولا تبتعد عنه لكي تنمو في اخرتك اقبل كل ما ياتي عليك تكون طويل الروح في ارض تواضعك فان الذهب يمحص بالنار والمغترين من الناس ياتون الذل امن به فينصرك قوم سؤلك وليكن عليك عليه اتكالك ايها المتقون الرب ينتظر رحمته ولا تحيلوا لئلا تسقطوا يا خائف الرب امنوا به فلا يضيع اجركم يا خائف الرب ارجعوا ارجوا الخيرات والحياه الابديه والرحمه مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس. تعالى بشوف حيث هو الرب الذي حكم علي هكذا هو الضبط الكل الذي مر نفسي انه ما دامت نفسي في فيا والروح القدس في انفي فلن تنطق شفتي باثما ولن تغض نفسي ظلما حاشا لي ان اقول انكم ابرار حتى اموت لأنني لم أترك وداعتي متمسكا بالبر فلم أسقط. لست أعرف عن ذاتي إني صنعت ظلما كلا فإن أعدائي يصيرون مثل انقلاب المنافقين والذين يقومون علي مثل هلاك مخالف الناموس. لأنما هو رجاء المنافق إذا توكل مؤمنا بالله هل يخلص أو يسمع في البطل وإذا صرخ الله يستجيب له لكن هو ذا أنا أعلمكم ما هو في هذا الرجل ولا أكذب فيما هو عند ضابط الكل هو ذا كلكم تعلمون أن الأباطيل تأتي على الذين يتباطلون هذا هو نصيب الرجل المنافق من قبل الرب وخزي الأقوياء يأتي عليهم من قبل ضابط الكل إذا كسر أولاده فيكونون
حيث يفحصونه والحديد يستخرج من التراب ويترك النحاس مثل الحجر مثل السلفي. وأيضا نسيت الملوك الأول مرتين into a cave and rested there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said, What are you doing here, Elijah? And Elijah said, I have been very jealous for the Lord Almighty, because the children of Israel have forsaken you. They have dug down your altar and have slain your prophets with the sword. And I alone am left, and they seek my life to take it. And he said, you shall go forth tomorrow and shall stand before the Lord in the mount. Behold, the Lord will pass by. And behold, a great and strong wind tore into the mountains and crushed the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, there was a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the voice of a gentle breeze. And it came to pass when Elijah heard, and he wrapped his face in his mantle, and went forth and stood in the cave. And behold, a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? And Elijah said, I have been very jealous for the Lord Almighty, for the children of Israel have forsaken your covenant, and they have overthrown your altars, and have slain your prophets with the swords. And I alone am left, and they seek my life to take it. Glory be to the Holy Trinity of God. Show.
Thank you.
disciples came up to show him the buildings of the temple, and Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another, but shall not be thrown down." Bow down before the Holy Gospel. Glory be to God for الشعب ولا تستحي من عدم معرفتك، فإن من الحياة ما يغلب الخطيئة
عن الكلام في وقت الخلاص، لأن بالكلام تعرف الحكمة والفهم من نطق اللسان. لا تقاوم الحق واستحي من جهالتك، لا تستحي أن تعترف بخطاياك، ولا تغالب نهرا ولا تتزلزل لرجل الأحمق، ولا تحاب المقتدر، جاهد على الحق إلى الموت لكي يقاتل الله عنك. لا تكن سريع الكلام كسلانا متلاخيا في أعمالك، لا تكن كأسد في بيتك كاسيا على عبيدك، لا تكن يدك مبسوطة للأخذ مقبوطة عن العطاء، لا تتوكل على الأموال ولا تقل هي تكفيني في حياتي، لا تتبع هواك وقوتك لتسير في شهوات قلبك. مجد للسلوس. وأيضا سفر إشعياء النبي بركات علينا أمين. التي رآها على يهوذا وأورشليم في مملكة عدة ويوسام وأحاز حزقيا الذين ملكوا على يهوذا. اسمع آياتك السماوات وأصغي آياتها الأرض، فدم فإن الرب قد تكلم. أتى إني ربيت بنين ورفعتهم أمامهم فتمردوا علي. الثور يعرف قومي والحمار يعرف صاحبه، أما إسرائيل فلم يعرفني وشعب لم يفهمني. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الممتلئ إثما، النسل الخبيث وأولاد المخلفين. تركتم الرب عنكم وأذبتم قدوس إسرائيل وازددتم إثما على إثم، فانزلت عليكم الضربات. كل رأس للوجع وكل قلب للحزن، من أخمص القدم إلى قمة الرأس. ليس فيه صحة بل جرح، لا تبع عليها مرهم ولا ذئن ولا عصابة. أرضكم تخرب ومدنكم تحرق بالنار، وقوركم تأكلها الغرباء قدامكم. وقد خربت وانهدمت من الشعوب الغرباء ورقة ابنة صهيون كمظلة في كرم، وكمثل المحرث المنقطع في مكتاه. وكالمدينة المنهوبة، ولولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة من المنهوبة. Yeah.
Christos, Dominus, Christus, 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 Dominus,
أصوت شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا آمين. ثم كلمهم أيضا يسوع قائلا أنا هو نور العالم ومن يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون أنت وحدك تشهد لنفسك فليس شهادتك حقا. أجاب يسوع وقال لهم إني وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب وأما أنتم فلا تعلمون من أين أتيت ولا إلى أين أمضي. أنتم إنما تدينون بحسب الجسد وأنا لا أدين أحد وإن أنا دنت فدينونتي حق هي لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. وقد كتب أيضا في ناموسكم أن شهادة رجلين حق هي أنا أشهد لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي. قالوا له أين هو أبوك؟ قال يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي أيضا. لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا. هذه الأقوال قالها في الخزانة وهو يعلمه في الهيكل ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد أتت بعد. والمجد لله بما في إبراهيم تتريا موسى يوسف أبشرين أنك and she said